وخدي امريكا من الفوق راه تعرف شو انت سمع سميت لان الفرق راه ماشي هذا باش عرف الحاله ديالك راه حتى العام اللي بغيت تبدل شوف انا جايب الدلالات باش نوصل على الصفحه هكا شو ما يمكنش نتمنى من الله الخير انت راه ويلا العام اللي فات كانت يموتوها هما هذا العام عادي داكشي غير بلا خصهم يستافدوا من هادشي وصافي زعما على حد السيستم ميليتار ولا شنو لا ماشي سيستم شنو شكون باغي لا ما كاينش ماشي ما كاينش السوسات ماشي ما كاينش السوسات ما كاينش الاهداف علاش لعب في الاول كتحط بروجي ديالك انا عارف شنو باغي شنو مسيري مسيري ما حاطينش اهداف هذوك المسيري اللي ما حاطينش اهداف اللي ما عندهمش في عقلهم باش يسيروا فرقه كبيره هذوك هما السوسات هذيك هي السوسات هذوك هما اللي دابا باش تعرف كل عام وشنو حتى المدربين جيب هذا صافي هذا باش كيخسر وي راه من المسير من تجيب مدة بحال دابا الناس دابا فرحة يبداو شي خدمة ستابيليتي راه هي كلشي اخويا راه الفتحة انت شتي كاينش مدرب كيجيبو ما تيدوش العام ديالو ومو بعدا تيكمل العام ديالو كاينش مدرب تجيبو في شهر شهرين باغي يديك بطولة باغي يديك انت ملي جابوك في الاول ما داروا معاك الاهداف لا والو ما قلتهاش لاعبين ما تقولش انت تسولو ماشي عارف تيجيب هذا معاه داخل عندك شوفيا شحال اخي شحال عامي ولا صافي شحال العام ان شاء الله لا نمشي بقى انا بريت ارجع لويداد لا هذا اللي بغاو يجلسوا معاك ونمشي بارك الله شحال عز عليك الرباط احسن عليك احسن اليوم كازا عطيت الفرصه الاولى عرفتي كازا المشاكل لا مشاكل هما هذا العام شامبيونا وما حاملينش اللعاب ياك شامبيونا شنو كانت اللعاب وما بغيناهمش واش كيبان لك في هذا الماتش ديال الحسيمة؟ المورال ديال الدراري عارف ما غاديش طيح هذه حاجة عادية حتى تبقى ديك الدراري عادية ما عمرنا كنا حيت الدراري عارف اخويا راه ما غاديش ما يفرطوش ما ينحشوش وان شاء الله يكون خير ونتمنى من الله العام الجاي تقاد ما راه هذا العام ينسال العام الجاي اخر يبقى العام اللي فات لعبوا الطيور هذا العام هما الثانيين لاعبين على البطولة يكون خير يكون خير ان شاء الله ما يكون باس حبيبي